هذه المنطقة تحولت من ساحة للمواجهات إلى حديقة عامة، فغيرت الصورة النمطية لهذه البقعة قبل 10 سنوات فقط، وزرعت الأشجار بدلا من الرشاش، لذلك حصدت هدوءا استقطب هؤلاء العائلات للترفيه عن النفس بعد أن كانت معقلا للتوتر النفسي. كعادة أي طفل، فإن القصص التي تحكى عن الأمكنة تستملك خياله وتتحكم بواقعه، فما بالكم إذا ما استمع لقصة هذه الحديقة؟ هؤلاء الأطفال يعرفون جيداً الحكاية كاملة، لكنهم لا يكترثون لحذافير الرواية ولا حتى لتفاصيل المكان الذي سيج بالخوف وعدم الأمان لسنوات طوال. كانوا يرموا علينا جناب الغاز وإحنا قعدنا نلعب، الروح عضارنا كله، وهم ينزلوا منهم دموع. ما بتخاف إنك ترجع تلعب هون؟ لا عادي بنلعب. لا عادي. ما بتخافوا ترجع تلعبوا هون؟ لأنه بطل يجي هنا اليهود. حديقة سفارات اسم حديقة كانت مرتعاً للاشتباكات فيما يسميها الفلسطينيون بالانتفاضة الثانية بين شبان فلسطينيين وجنود إسرائيليين، وذاكرة هذا الموقع تعيد إحياء نفسها من جديد في ذهن من عايشوا الأحداث في تلك الفترة. والله مهم، عارفة بتخفف شوي عبء عن الأطفال، لأنهم الأطفال دائماً من الحضانة للبيت، ضغط الحياة، ضغط الظروف السياسية والاقتصادية عندنا، بحاجة إنك تطلعيهم. وهناك في إحدى الزوايا قصة الشاب أدهم الذي اختار الحديقة ليسترزق منها، حيث وجد لقمة عيشه من خلال بيع الذرة لرواد المكان، لكن ما يزال يحيط به شعور بأن التاريخ لا بد أن يعيد نفسه. إذا صار أي مواجهات في فلسطين، صارت أي مشكلة، راحين يرجعوا هان، راح ترجع الشارع يخرب، الشغل يخف عندي. رغم إمكانات الحديقة الفقيرة جداً، يعتبر هؤلاء الأطفال وذويهم أن المتعة والترفيه في هذا المكان يساويان أكبر حدائق العالم، فلهذا المكان خصوصية كما لرواده، خاصة أطفال الأراضي الفلسطينية. من رام الله لليوم على الحرة، مرام مصلح.